وبالحزم ذاته تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها. هكذا خط الملك محمد السادس قبل عام من الآن فصلا من فصول ملحمة الجرجارات خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز لإطلاعه على الوضع في المنطقة بعد نجاح المغرب في إعادة انسيابية حركة التنقل. كلمات سامية برهن من خلاله ملك البلاد على الحكمة والتعقل والتبصر في إعطاء الدروس للمنتظم الدولي كشريك في التسوية السياسية مشكل الصحراء المفتعل، معلنا أن الطريق التجاري الدولية بين المملكة المغربية وموريتانيا ستبقى سالكة محمية آمنة، ومن أراد غير ذلك فليجرب قوته في ميدان الوغى. فأرض الصحراء المغربية فسيحة شاسعة، والقوات المسلحة الملكية الباسلة جاهزة متأهبة، درع صلب لحماية الحدود وأرض الجدود، ونعد تركيب شريط الأحداث مجددا. شرذمة من قطاع الطرق تحاول ابتزاز المملكة المغربية العظمى فوق ترابها، تعرقل حركة الشاحنات التجارية وتمنع مرورها بوضع المتاريس في طريقها وإضرام النيران في عجلاتها، بينما المغرب يضبط نفسه مانحا الفرصة كاملة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل القيام بالمتعين. وفي النهاية أيقن الجميع أنه قد أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لهاته المرتزقة. فجاء الرد الصارم، الملك يأمر والجيش ينفذ. عناصر القوات المسلحة الملكية بقيادة الجنرال دوكور درامي الفاروق بالخير بخبرة تمتد لنحو 52 سنة في المجال العسكري، منها 40 سنة في المنطقة الجنوبية، وفي تدخل بطولي احترافي وبطريقة تكتيكية وهدوء، تمكنت عناصر القوات المسلحة الملكية من تطهير المعبر الحدودي الجرجارات من عصابة قطاع الطرق وتأمين حركة المرور وتدفق السلع نحو الدول الإفريقية، دون أن يخلف هذا التدخل العسكري أي خسائر في الأرواح أو إراقة الدماء. فانقلب السحر على الساحر، وتم إحباط مخططات الجزائر وصانعاتها البوليزاريو لتتحول الجرجارات إلى نقطة عبور يرفرف فوقها العلم المغربي بتأييد من المنتظم الدولي. ملحمة أخرى من ملاحم مملكة المغرب العظمى، وصخرة صلبة ضاربة جذورها في عمق الوطن، تكسرت عليها أطماع قطاع الطرق ومن يساندهم من المرتزقة. إنجاز تاريخي نال كل الدعم والمساندة من الشعب المغربي الأبي المجند خلف قائد البلاد، ينتظر أمره السامي المطاع للزحف على العدو الجبان ودحر كل مناورات ومناوشات أعداء الوحدة الترابية للوطن. لقد أعذر من أنذر، ولتشرب البوليزاريو وحاضنتها الجزائر رملة دوف. أما مياه المحيط الأطلسي فلن يحلم بها أبدا، وسيظل شعار المملكة الخالد من طنجة إلى الجويرة: الله، الوطن، الملك.